الدعوة القضائية اللي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية شغلت الرأي العام والسوشيال ميديا في كل حتة في العالم تقريبا. وبعيدا عن أن الدفاع بتاع إسرائيل كان كله أكاذيب وتضليل، إلا أنه المحاكمة كان فيها أكتر من موقف غريب جدا انتشروا على السوشيال ميديا، وكان أولها لما طلع محامي الكيان الصهيوني على المنصة المرافعة واكتشف بعد كده أنه ناسي كل أوراقه وبقى واقف مش عارف يقول إيه، زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو. Of genocide were understood by the the court was prepared to consider not only the question of the plausibility of rights Some has shuffled my papers. Well, but also the question of the possible breach of such rights. والحقيقة إنه الموضوع ما وقفش لحد كده، ولكنه واضح إن المرافعة من كتر ما هي كانت طويلة ومليانة بالكذب والتضليل كانت مملة جدا، لدرجة إنه أحد القضاة اللي في المحكمة نام أثناء دفاع إسرائيل عن نفسه.